أنا في أمواج فرع سابكو فرعهم الكبير. بسألك سؤال، إن عرفت الإجابة أنا بعطيك هدية. ما توهقني. ما بوهقك. ما هو عطر المخين المفضل في الأمواج؟ بيتشر. عشر ربي. لما قالت لي هو على طول بيتشر. خرعت. أيوه. هات زين إيش بيشوفوا شكله. ودائما على فكرة اللي يجي يسأل يقول وش العطر اللي تعطر المخين، أقولهم بيتشر. على فكرة ترى يعني مش إعلان لأن أنا أشتريه، لأن أمواج ما يبقى إعلان، بس أختار أخبركم الأشياء اللي أنا أتجنن فيها. عطر أتجنن فيه، خلص أشتري، خلص أشتري. هات البيتشات. حاضرين. ما شاء الله يا أمواج، ما شاء الله. فرع سابكو يفتح النفس. هنا تعال. غيرتوا الصندوق؟ خلاص تغيرن. يا سلام. انت تحب الكلاسيك القديم. والله حبيبي يا سيد. يا جماعة هذا البوكس بيتش هات. وين العطر؟ اوه. شوف لحظة. شميتوا الريحة؟ لحظة مرة ثانية. شميتوا الريحة؟ وصلتهم؟ وصلت. هذا عطر صيف. هذا هو. والثاني طبعا اللي ما يختلف عليه اثنين اللي هو جوبيليشن 40. 40 هذا عدد دمار، هذا على كسرة عود وروح العرس، روح الملكي، روح كل مكان.